بين الراجل والمرأة. من الصفات ديال السيدة خديجة ومن طبيعة الحال كيف ما كنبغيو حنا أن الأزواج ديالنا يكونوا يعني بحال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان نموذج في الطريقة وفي التعامل ديالهم معنا، فكذلك حتى هما تيقول لك حتى النساء خصهم يكونوا بحال أمهات المؤمنين. ومن بعد الصفات اللي كانت كتمتاز بها السيدة خديجة، أنا كانت معروفة بالطهر والعفة، الطهارة ديالها والعفة ديالها كانوا يعني معروفين، ولذلك كان اللقب ديالها في الجاهلية الطاهرة. المرأة اللي كتحمل هذا اللقب في مجتمع اللي هو جاهلي ويعني فيه بزاف ديال الفواحش وفيه الدعارة وفيه الى غير ذلك، فهي مرأة يعني وصلت واحد درجة كبيرة من العفة والنقاء، يعني واحد درجة رفيعة. لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال أن تكون زوجة لخاتم الأنبياء. كذلك كانت كتسم بالحكمة، هي بطبيعة الحال اللي تعرفت بالقول ديالها الجميل في أصعب ظروف اللي مر بها رسول عليه الصلاة والسلام، وهي لما كان جا عندها مخلوع فاش يلا نزل عليه الوحي وجا عندها مخلوع، وداك الشيء شنو قالت لي؟ قالت لي كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديثة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. يعني هذه كلمة مشهورة وكلام جميل جدا كيأكد على الحكمة والثبات ديال المرأة في الوقت ديال المصاعب وديال الشدائد. ثم كانت كذلك معروفة بالفتنة، فلما مثلا رسول عليه الصلاة والسلام كان كيتكلم ليها على جبريل وبغات تعرف واش هاد جبريل هو ملك او لا شيطان، دارت واحد الطريقة، وهي فاش كانت قالت لرسول عليه الصلاة والسلام انه يجلس في يعني على الرجل ديالها اليمنية وسولات واش كتشوفوا، قال لها كنشوفوا، قالت لي على رجليا اليسرية، قالت لي قال لها كنشوفوا، شوية غطات بحال هكا بالخمار، قالت لي واش كتشوفوا، قال لها لا، فهادي علامة على انه، قالت لي فوالله ان هذا ملك عظيم من الله سبحانه وتعالى، لان الشياطين لا تستحي في الامور هذه، اما الملائكة فهي كتستحي يعني إذا كان رجل مع المرأة ديالو. فهذا من الفتنة اللي تعرفت بها السيدة خديجة رضي الله عنها. الصبر كذلك هي يعني هذه صفة من أكثر يعني الصفات اللي تعرفت بها، لأنها دوزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بزاف ديال الشدائد، ومن بينها مثلا يعني كي الإنسان كي أو النساء كيصبروا على ضيقة العيشة هذا، ولكن ما كيصبروش مثلا على بنتها تطلق وبناتها يطلقوا، ماشي غير بنتها، هاد الشيء هذا ما زعزع حتى شي حاجه من الايمان ديالها. وبسبب اش؟ بسبب الدعوه، يعني كما زعيمه، لان لما يعني تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صاحب دعوه وداك الشيء، فمن طبيعه الحال نادو بغاو يطلق، يعني الرجال بغاو يطلقوا البنات ديالو، فعلا طلقوا. هاد الشيء هذا ما خلاهاش تفقد الثقه في راجلها، ولا تقول ليه انت السبب اللي جيتي لينا بهذه الدعوه ولا كذا، ولا ما صدر منها حتى شي حاجه، حتى شي لفظ، حتى شي شتيمه، لا، يعني ابتلاها الله، ما قالت حتى شي حاجه، حمدت الله، صبرات، ربما شافت ان لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ربما غادي يبدلهم الله بزوج اكرم واخلاق واغنى واجمل من اللي كانوا عندهم. فهذه من العلامات يعني ديال الصبر. كذلك صبرات على الحصار، لما تكسبت وثيقة الحصار اللي هي ظالمة المسلمين، يعني بطبيعة الحال القريش جوعوهم، وكانت خديجة رضي الله عنها محتسبة، ما قالت حتى شي حاجة، ما قالت حتى شي كلمة عتاب للرسول، ما دواتش، صبرات معاه في المحنة، بقات حداه، بقات معاه، خلات الدار ديالها الكبيرة والخدم ديالها والفراش ديالها، وجلسات مع الرسول ما بين جوج ديال الجبال محاصرين، عانت الحر والفقر والجوع، وهي كانت الغنية يعني من الأشراف، العطش إلى غير ذلك. كانت الأيام ديال الحصار بطبيعة الحال طويلة، ورغم ذلك ما قالت حتى شي حاجة ولم تلوم زوجها نهائيا. كان الجزاء ديالها بطبيعة الحال أن سيدنا جبريل الأمين نزل خصيصا واحد النهار حامل لها واحد رسالة عاجلة وسلام مخصص من الله رب العالمين للسيدة الجليلة. فتوفات رضي الله عنها في رمضان في العام العاشر من البعثة، وما شافتش يعني ثمار ديال هاد الشيء هذا اللي قدمات لرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها ماتت قبل ما تكون هناك دولة إسلامية، وقبل ما تشوف يعني العز اللي وصلوا ليه المسلمين وتحقيق الدعوة الإسلامية وانتشارها في كل الأنحاء بطبيعة الحال. رحمها الله، كانت سيدة مواقف وسيدة ديال الشدائد، وغادي نشوفوا غدا إن شاء الله كيفاش كذلك أن ولو أننا كنتكلموا على أمهات المؤمنين، ولكن غنشوفوا في المقابل كيفاش يعني رسول عليه الصلاة والسلام يعني شكر لها كل هاد الأمور. غدا إن شاء الله طبعا فقرتنا ما بين الرجل والمرأة.